واش الدراري كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. المهم الدراري كتبت لكم هذا السكريبت هذا. الطريقه ديالو الدراري سهله. غادي نحط لكم اللين ديال لابليكاسيون في البيو ديال الديسكريبشن ديال الفيديو. كتيليشارجيوها الدراري عادي كتحطوها في التليفون ديالكم. انا كنخدم باسي راه بحال التليفون بحال باسي. غادي تورك تيليشارجيها تحطها في التليفون ديالك. المهم الدراري لابليكاسيون تيليشارجي غندخلو ليها. هذه هي لابليكاسيون الدراري. فيها كاع انواع التليفونات اللي معروفين: هواوي، شيومي، سامسونج، ايفون، الالكاتيل، بزاف ديال التليفونات. المهم نتوما كتختاروا التليفون اللي عندكم. وفاش كتدخلوا الشركه كيعطوك بزاف ديال حيت دابا التليفون فيه نوت ناف وفيه ناف وفيه فهمتي. انت كتختار التليفون اللي عندك. المهم دابا ندخلوا لشي تليفون بحال شيومي. دابا فيه انواع بزاف فهمتي. كتختار انت واحد اللي عندك ولا تقدر تبحث عليه تماك. تقدر تبحث على التليفون اللي عندك الا ما لقيتيش ولا ما فيك اللي تقلب. بغيتي تسهل على راسك كتجي كتبحث كتقلب على التليفون ديالك. الا ما فيك اللي يقلب فهمتي داكشي يقدر ياخذ لك وقت باش انك تبدا تقلب تما. تقدر تبحث عليه كاع دغيا بحال دابا هنايا. ف كما كتشوفوا هنا بحال شيومي بوكو كيعطوك العام والعدسه فوا جوج النقطه الحمراء والعدسه فوا اربعه. المهم هذوك الاعدادات اللي كاينين في فري فاير هما هذوك. كتختار انت تمشي دير 98 كدير 95 كدير 56 في قناصه. المهم نتوما كتعمروا داك الشيء. انت حاول تعقل عليهم وسير ديرهم في الجيم. حط كل وحده في بلاصه صافي وغادي تكون قديتي الام ديالك. دات الدراري نشوفوا هذا هو التليفون تقريبا اللي كنت كنلعب به شاومي ريدمي 9. المهم هذا هو اللي كنت كنقصر به. هذو هما الاعدادات اللي في الريدمي 9. المهم الدراري كتقلبوا على التليفون وكتطبقوا داكشي اللي عطاوكم تماك وغادي يكون بعدا الام تقاد فهمتوا. يلا المهم الدراري تهلاو حتى ان شاء الله شي فيديو جاي اجيب لكم شي سكريبت يكون عربي. يلا تهلاو الخوت.